بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 60 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونتواصل معكم ومع برامج إذاعة القرآن الكريم وعبر هذا البرنامج نور على الدرب، مرحبين في مستهل هذا اللقاء بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة. بداية السلام عليكم الشيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. في مستهل هذا اللقاء حفظكم الله، هذا يسأل عن قول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يقول بارك الله فيكم: تتحدثون عن ارتباط العدل بالتقوى، وخاصة العدل بين الأبناء والزوجات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أول الآية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. وفي أول السورة يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان اتقوا الله إن الله شديد العقاب. الله أمر بالعدل ونهى عن الجور والظلم حتى مع الأعداء مع الكفار، وإن أساءوا إلينا يجب أن نعاملهم بالعدل ولا نظلمهم ونجور عليهم ولو كنا نبغضهم. هذا في دليل على أنه يجب بغض الكفار على المسلمين، ولكن هذا البغض في العقيدة لأجل بغضهم على الكفر. هذا البغض على الكفر والعقيدة لا يحمل المسلمين على أن يظلموهم وأن يجوروا في حقهم، بل يجب العدل مع كل أحد حتى مع العدو ومع الصديق ومع المسلم ومع الكافر. هذا هو دين الإسلام، دين العدل والقسط. لا يجرمنكم شنآن قوم أي بغضهم، في دليل على مشروعية بغض الكفار، وفيه دليل على أن هذا البغض ترتب عليه الظلم والجور، بل نعدل معهم وإن كنا نبغضهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ثم قال اعدلوا، أمر من الله سبحانه وتعالى، هو أقرب للتقوى. وعلاقته بالتقوى أنه نوع من التقوى. التقوى كلمة عامة لكل خصال الخير، كل أعمال البر، ويدخل فيها العدل بين الناس، هو أقرب للتقوى. العدل من أنواع التقوى، وهو أقرب للتقوى من غيره من الجور. الجور يتنافى والظلم يتنافى مع التقوى، أما العدل فإنه من التقوى ويقرب إلى التقوى ويدعو إليها وسيلة إلى التقوى. هذا فيه الترغيب في العدل والنهي عن الظلم والجور حتى مع الأعداء وإن كنا نبغضهم لدينه. وحتى لو أساءوا إلينا أن صدوكم عن المسجد الحرام لا نعتدي عليهم بل نعاملهم بالعدل. إذا كان هذا مع الكفار فكيف مع المسلمين؟ فالعدل والقسط مطلوب من المسلم فردا وجماعة، لأن هذا من صميم دينهم. العدل عام في كل ما يجب فيه العدل، العدل بين الزوجات بتسوية بينهن في حقوقهن الواجبة من القوت والكسوة، يعني من النفقة والكسوة والإسكان والمبيت. هذه الأمور الأربعة يجب على الزوج أن يقوم بها ولا يحيف مع بعضهن في هذه الأربعة أو بعضهن. وكذلك الأولاد لا يعطي بعضهم ويحرم الآخرين، هذا حرام. قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لما جاءه صحابي منح أحد أبنائه وليدة أي مملوكة، قال له: أكل أولادك أعطيتها مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن، يعني فلا تخص بعضهم بعطية. نعم. أحسن الله إليكم. انتقل إلى رسالة بعثتها أم سعد من الرياض، فيها 3 أسئلة. تسأل سؤالها الأول عن
تقول هل صلاة الجمعة واجبة على المرأة؟ لا، المرأة لا جمعة عليها، ولكن إذا صلتها مع الرجال إنها تجزيها عن الظهر، تجزيها عن الظهر، وإلا فواجبها صلاة الظهر. نعم. سؤالها الثاني تقول هل يجوز للمرأة أن تكشف جسمها للممرضة أو للطبيبة من أجل العلاج جسمها كاملا؟ لا يجوز هذا إلا في حالة الضرورة، إلا في حالة الضرورة، وإلا فالواجب عليها ستر نفسها عن الرجال وعن النساء أيضا إلا عند الضرورة. إذا اضطرت إلى كشف شيء من عورتها ليكن ذلك بقدر الحاجة، وإذا وجدت طبيبة امرأة فلا يجوز لها أن تتطبب عند الرجل، بل تكفي المرأة. كل هذا درءا للفتنة والشر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح، ونحن معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب. بقي من أسئلتها هذا السؤال، تسأل أم سعد تقول هل يجوز للمرأة حمل طفلها أثناء الصلاة؟ يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم حمل بنته، حمل أمامة بنت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، عند الحاجة لا بأس بذلك. نعم. بارك الله فيكم. أنتقل إلى رسالة أخرى وصلت إلى البرنامج. في السؤال الأول السائل يقول كيف يكون السلام على الوالدين عندما أزورهم، وهل تقبيل الرأس والقدمين أو الرجلين؟ نعم، بالسلام عليهم وتقبيل الرأس أو على الجبهة، وأما على الرجلين فلا داعي لذلك، وأيضا إذا قبل يد الوالد فلا بأس بذلك، يكون التقبيل على الرأس أو على الجبهة أو على اليد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول أنا أعمل محاسبا في بقالة وأضطر لبيع الدخان، هل راتبي حلال أم حرام وهل أنا آثم؟ نعم، أنت آثم، إذا بعت الدخان فأنت آثم، لا تبع إلا شيئا مباحا. نعم. بارك الله فيكم. أيضا سؤاله الآخر يقول انتشرت كلمة الطلاق على كل لسان وخاصة من الشباب، وأحيانا ينوون بها اليمين، وبارك الله فيكم، ما هو توجيهكم حول ذلك؟ توجيهنا أن يتجنب المسلم تلفظ بالطلاق مهما استطاع، محافظة على زوجته، أيوة، يتجنب ألفاظ الطلاق ولا يتساهل بها ولا يمزح بها أو يلعب أو يقول هذا تهديد لها أو ما أشبه ذلك كما فعله بعض الجهال. طلاق سلاح لا يستعمل إلا عند الحاجة وبقدره، بقدر ما يدفع الحاجة أيضا، لا يتساهل في هذا. أما من وقع منه شيء من الطلاق عليه أن يتصل بالمحكمة القاضي الذي في بلده أو يأتي إلى الإفتاء في الرياض يسأل عن ما وقع منه. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال آخر حفظكم الله، هذا السائل يقول نعم يسأل حفظكم الله عن الوقف والوصية ما هما، وهل يجب على المسلم أن يوصي قبل مماته؟ الوقف غير الوصية. نعم. الوقف تحبيس الأصل وتسجيل المنفعة، إذا وقف شيئا خرج عن ملكه وصار وقفا إذا كان منجزا، وإن كان معلقا على الموت فإنه يأخذ حكم الوصية، والوصية هي أن يوصي بشيء بعد موته، يوصي بشيء من ماله ثلث أقل بعد موته في سبل البر والإحسان لأجل حصول الأجر للموصي، هذه هي الوصية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول من هو اليتيم وما هو حد السن الذي ينتهي به اليتم، ويسأل يقول هل يجوز أن يقيم الولي من يتحرى في مال الأيتام إذا كان ثقة عارفا بأمور التجارة، هل له أن يتولى أمورهم ويستثمرها؟ اليتيم هو الذي مات أبوه وهو دون البلوغ، لأنه يحتاج إلى الولاية عليه لتربيته وتوجيهه، ويحتاج إلى من يحفظ أمواله من الضياع، والله أمر بالإحسان إلى اليتامى، جعل لهم حقا من الحقوق العشرة واردة في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية. اليتيم له حق كبير على المسلمين، ويجب على من تولى أمره أن يحسن به وأن يحفظ ماله، ومن المصلحة أن يستثمره ليكثر وينمو ولئلا تأكله الزكاة، استثمره هو، وإن وكل استثماره إلى ثقة من يثق بهم فهذا لا بأس به، المهم أنه يستثمر لأجل أن ينمو ويكثر، هذا من صالح اليتيم ومن الإصلاح في مال اليتيم. نعم. وإذا خسر هل يعتبر غارم؟ لا يغرم إلا إذا تعدى، إذا تعدى فإنه يغرم، وأما إذا كان قصده الإحسان لليتيم وتنمية ماله وحافظ عليه وخسر فليس عليه غمى، ما على المحسنين من سبيل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول هناك
وصية ببناء مسجد في بلد معين، ولكن لم يتيسر بناء المسجد في هذا المكان، فماذا نعمل وكيف نتصرف وهل نبنيه في أي مكان؟ راجعوا المحكمة الشرعية، أدعمنا وصية على أن يبنى المسجد في مكان معين وأنتم تريدون أن تنقلوه من هذا المكان، فلا بد أن يكون ذلك عن طريق القاضي. نعم. هذا يسأل يقول أنا إمام مسجد وأعطيت بيت، هل لي أن أؤجر هذا البيت الموقوف عليه؟ نعم، إذا أجرته، إذا سكنته أو أجرته، لأن منفعة البيت لك، إذا كنت تستغني عن سكنه فلا بأس أن تؤجره لأن منفعته لك، أن تستعمل المنفعة بنفسك أو بنائبك وهو الأجير. ولكن يلاحظ في هذه المناسبة أن بعض الأئمة يستثمرون المساجد لا رغبة في الإمامة ولا يقومون بالإمامة أو يقصرون فيها، وإنما يريدون الاستثمار بأخذ الراتب المخصص وباستغلال السكن بالتأجير أو السكنة، ولا يحسنون الإمامة ويتغيبون وينيبون عنهم من لا يصلح ويكثر غيابهم وتأخرهم، هذا حرام عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل أيضا عن الوقف ويقول هل يجوز تعليق الوقف بالموت وهل يجوز الرجوع فيه ما دمت حيا؟ هذا أسلفنا الجواب عنه أن هذا له حكم الوصية، يجوز أن يكون الوقف معلقا بالموت ويأخذ حكم الوصية لأنه يرجع إلى الثلث ولا يزيد على الثلث، يأخذ حكم الوصية، وله أن يرجع عنه ما دام حيا، له أن يتراجع، بخلاف الوقت المنجز إنه لا يتراجع فيه. نعم. وهل يجوز له تبديل الوقف؟ تبديل الوقف عن طريق القاضي، يرفع أمره إلى القاضي وينظر فيه وينظر في البديل وصلاحيته. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، وتواصل مع مستمعين الكرام. وهذا السائل يسأل حفظكم الله، يقول حفظكم الله أن بعض الناس يجهلون مواضع الطلاق، فما هو الطلاق السني وما هو الطلاق البدعي؟ الطلاق السني الموافق للسنة والبدعي المخالف للسنة. والسني هو أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها، والبدعي يكون بدعيا في العدد، أن يطلقها ثلاثا بلفظة واحدة، هذا بدعي في اللفظ والعدد، أو في الوقت بأن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها وهي نفساء، أو يطلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، هذا كله بدعي في الوقت أو في العدد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن صلة الرحم، يقول هل زوجة الخال أو العم من الرحم ويجب أن نزورهما؟ لا، الخال هو اللي من الرحم، وأما زوجة الخال وزوجة العم فليست من ذوي الأرحام. نعم. يسأل عن حكم صلة الرحم، بارك الله فيك. واجبة، صلة الرحم واجبة، وهي من الحقوق العشرة التي ذكرها الله في قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. حق الثالث حق الأقارب وهم الأرحام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول سمعت من يقول اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، يقول متى تكون، بعد الدفن أم وقت الدفن؟ أولا هذا الحديث ليس بصحيح، هذا حديث ضعيف. ثانيا المراد اقرأوا على موتاكم يعني المحتضرين، وأما بعد الموت فلا يقرأ على الميت، لا قبل الدفن ولا بعد الدفن، هذا بدعة. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني أو الأخير في هذه الرسالة يقول هل يشترط في الرقية الشرعية أن يكون الراقي على طهارة، وما هو تعليقكم حول الرقى الشرعية في هذا الوقت الذي كثر فيه الرقاة ولكنهم يدعون في ذلك؟ الرقية الشرعية لا تحتاج إلى طهارة إلا إذا كان سيقرأ من القرآن، يكون متطهرا من الجنابة، طهارة من الحدث الأكبر، لا يقرأ شيئا من القرآن لا في رقية ولا في غيرها وهو عليه جنابة. وأما الرقية الشرعية فهي ما توفرت فيها الشروط، إن تكون من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من الأدعية الشرعية، وأن يكون الراقي ذا عقيدة صحيحة، ما يكون مبتدعا أو مشركا أو ساحرا أو كاهنا، يكون عقيدته سليمة. ثالثا أن يعتقد أن الشفاء من الله وليس من الرقية، وإنما الرقية سبب من الأسباب، إن شاء الله نفعت وإن شاء لم تنفع. ورابعا أن تكون بألفاظ عربية تفهم، لا تكون بتمتمات أو بألفاظ أعجمية لا تفهم، لابد أن تكون بلغة عربية واضحة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول بارك الله فيكم أنا كثيرة الرؤى في المنام والأحلام،
فهل لي أن أذهب إلى من يفسر أحلامي؟ أبدا، لا تفسريها واستريحي منها، وربما يكون أكثرها أضغاث أحلام أو من الشيطان، اتركيها. إلا إذا كانت رؤيا سارة، رؤيا طيبة، فاطلبي تأويلها عند الثقات. أما إذا كانت رؤيا تسوءك أو تحزنك فاتركيها ولا تضرك بإذن الله. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يسأل، بارك الله فيكم، أيضا يقول بالنسبة للمسلم في حياته لا بد أنه يميل إلى أحد أبنائه، وخاصة الذين يتعاونون معه، فيقول لدي ابن دائم معي ومتعاون معي، وأريد أن أخصه بمال، فما حكم ذلك؟ لا يجوز أن تخصه إلا من باب الإجارة. إذا كنت تريد أن يعمل عندك لأجرة راتب معين فلا بأس، في مقابل العمل، هذا في مقابل العمل، ليس هذا تخصيصا له، إنما هو أجير كغيره من الأجراء. نعم، أحسن الله إليك. يقول ما الحكمة من الوصية الثلث؟ لأجل أن يجري ثوابه على الميت بعد موته، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم الثلث من أموالكم أو أقل من الثلث صدقة من الله، لأجل أن يجري ثوابها على الميت بعد موته. نعم، أحسن الله إليكم. سؤاله الأخير يقول أرجو من فضيلة الشيخ توضيح حول الزواج بنية الطلاق. الزواج لا يكون بنية الطلاق، إنما يكون بنية الاستدامة، فإن صلحت له الزوجة استمر معها، وإن لم تصلح طلقها، ولا حاجة إلى نية الطلاق. هذه حيلة تخذها بعض الذين يسافرون للبلاد الأخرى في الصيفية وفي غيرها، ويتزوج هذه الليلة والثانية الليلة الثانية والثالثة، ويطلع من امرأة إلى امرأة. هذا لا يجوز، هذا تلاعب بالفروج، هذا ضياع للنسل، وهذا يتنافى مع أحكام أو مع الأغراض، نافى مع أغراض الزواج. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وقد انتهت هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلة فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.